طيب بما انه الشيء بالشيء يذكر، هل كل ما سبق هو جزء من مشكلتنا في سد النهضه؟ خصوصا برضو ان امبارح كان في اخبار كده بدات تطلع على مساله انه اثيوبيا تغير النظام البنائي لسد النهضه. انا ما فهمتش هم هيغيروا النظام البنائي ده لصالحنا ولا لصالح مين؟ ما بقتش عارف هيعدلوه، يعني مثلا هيخفضوا الارتفاع بتاع السد، القدره الاستيعابيه والتخزينيه بتاعته، هيطولوا المده البنائيه بتاعته يعني او مده التخزين بتاعته، ولا هيكبروه؟ ما فهمتش. هل كل ما سبق هو جزء من ازمتنا هي فكره التباعد المصري لسنين طويله والتعامل الحالي بحاله من حالات البطء؟ عودة، بس عودة بطيئة وخطوات ثقيلة كده. هو يمكن أنا دايما بقول أنا ضد كلمة عودة أساسا، لأن هو إحنا ما سبناهمش، إحنا ما مشيناش وسبناهم، ولا مشينا وسبنا القارة، ولا قطعنا علاقاتنا، بس كان عندنا تواجد، بس ما كانش على المستوى العالي. يعني إحنا كل الوزراء بتوعنا والفترة بتاعت حتى الرئيس مبارك والكلام ده كله كان في تواجد مصري دائم. ما ننساش الوزيرة فايزة أبو النجا والجهد صحيح اللي كانت بتعمله، وكان حتى كل الوزراء التانيين الحقيقة بيعملوا جهد. وزير أحمد أبو الغيط عمل شغل كويس قوي في أفريقيا فترة تواجده. فأنا مش عاوزة إن أنا دايما أهدم القديم، لأنه كان فيه شغل. مش هنمشي على حاجة بأستيكة عشان نبقى منصفين. بالظبط، لكن في قصور، في قصور. أنا ما هياش عودة، لكن في قصور. ما كانتش عصر ذهبي، عمرنا ما كان عندنا غير جيدة، ما كانش على المستوى اللي نفسنا فيه الفترة بس بتاعت عبد الناصر وحركات تحرر اللي احنا عمالين طول النهار نقولها زي ما يكون هو ده خلاص اخرنا. لكن احنا عملنا حاجات كتير، احنا عملنا يعني انت بتدي كنت معونة فنية للدول الافريقية كلها، طلع من عندك حوالي 7000 8000 خبير مصري نقلوا الفكر بتاعك في كل المجالات في الدول الافريقية. هو الكلام ده قليل؟ الكلام ده كبير. طيب يعني بالعودة لسد النهضة في مسألة هذا الملف، التوتر المستمر اللي فيه، لا ده احنا بنعيد النمط البنائي بتاعه، بنعدل النمط البنائي اللي انا مش فاهم برضو ايه الغرض منه. هي مسألة انا نفسي افهم، هو الجماعة في اثيوبيا شدين علينا للدرجة دي ليه؟ انا ضد قصة اصل اسرائيل بتسخنهم، عشان دي حاجة تضحك. انا كمان يعني دي حاجة تضحك. انا قبل كده اتكلمت مع دبلوماسيين رفيعين المستوى في جنوب السودان، فقلت لهم انتوا حجم علاقتكم باسرائيل ايه؟ وكانوا ناس لطاف جدا كما عاده السودانيين بالكامل شمالا وجنوبا. قعد يضحك، قال لي وانت مالك؟ كان بيتكلم عربي جدا. قال لي وانت مالك؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي انا بكلمك بجد، انت مالك؟ علاقتي باسرائيل انا حر فيها، بس السؤال علاقتي بيك انت ايه؟ اول سفاره فتحناها كانت عندكم، لكن السؤال هو انتوا قريبين مننا؟ يعني انا عايز ابني. قلت له كويس. قال لي فين شركات الاسمنت المصري؟ أنا عايز أبني. فين شركات الحديد المصري؟ أنا عايز أزرع. فين الشركات بتاعت إصلاح الأراضي المصري؟ أنا عندي أرض شاسعة. أنا عايز أعمل تنمية عقارية. فين الشركات بتاعت المطورين العقاريين المصريين؟ فين الشركات اللي بتشتغل في السياحة عشان تعمل لي أوتيلات وتدور لي حاجات؟ اتقال لي كده بالظبط، قاعد عامل كده. وقال لي أسماء بحد ذاتها، فلان وفلان وفلان جم نصبوا علينا ومشوا. انت بتفتح نقطه مهمه، لان هو احنا رجال الاعمال المصريين، قال احنا فلان وفلان جم نصبوا علينا ومشوا. رجال الاعمال المصريين متصورين ان هم هيضحك عليهم في افريقيا وهيتاخد فلوسهم ومش هيعملوا حاجه. الحقيقه والواقع واللي احنا شفناه، وانا شخصيا في امثله برضو بدون ذكر اسماء، ان المصريين هم اللي نصبوا على الافارقه، اتخذ منهم ارض اراضي علشان اغراض معينه وما حصلتش، وافارقه جم اشتروا بضاعه، وعلى ما توصل البضاعه تلاقيها بمواصفات مختلفه تماما بعد ما يكون كل الفلوس اتدفعت وكل حاجه، وما ترضاش ترجع. لا يعني العمليه ما هيش زي ما احنا متصورين. طيب يبقى في جمله عايز ترجع تاني لسد النهضه، مساله سر هذا العنت او التحفظ او التشدد الاثيوبي ايه؟ هو لأنه أنت ما فيش ثقة فيك. هم الأثيوبيين لا يثقوا في المصريين، هم عندهم إحساس دائم بأنه إحنا بنضحك عليهم وعاوزين ناخد منهم وما نديش. وإنت ما زرعتش في خلال الفترة اللي فاتت، أنت دلوقتي ابتديت تزرع. وعشان كده برضو ده بيرجعنا لفكرة أن إحنا على أول الطريق. ليه؟ لأنه الرئيس ابتدى الفكر بتاعه هو فكرة بناء قاعدة من الثقة بين الدولتين. لغاية دلوقتي العملية فيها برضو معفرة من الناحية الأثيوبية، لكن احنا زي ما نكون متمسكين ومصرين ان هو بس التعاون اللي احنا هنبني عليه.
ست سفيرة، أنا عايز أشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معنا النهارده. بشكر. أتمنى إن احنا نقعد لنا فترة أكبر من كده في البرنامج، نقعد نتناقش أكتر على ملفات بحد ذاتها، يعني نفسي أعرف كده كانت مثلا تبقى علاقتنا تبقى عاملة إزاي بنيجيريا اللي أعتقد إن احنا ما عندناش علاقة تقريبا بيها كده، يعني من بعيد لبعيد كده هاي باي، من بعيد احنا أفارقة زي بعض يا جماعة. لا ده نيجيريا دي أكبر عدد سكان موجود في القارة، ده أنت تكسب منها ملايين، ودولة بترولية مليارات. وحجم إنتاج مذهل وحاجة تفرح يعني، مش عارف بنعمل كده. وبيحبونا، وفي عندهم المسلمين بيطلعوا وعندهم شقق هنا وبيطلعوا من خلال مصر كتير، يعني ممكن نتكلم مش بس عن نيجيريا.